لمحة سريعة عن برامج الليلة بيوت اون ام تي في، هالبرامج يلي اليوم هيك فيها نقلة نوعية للإعلامي وسام بريدي يلي عم بيكسر القواعد، يلي عم بيكون ببرنامج اجتماعي out of the box مثل ما منقول. برنامج مثلي مثلك رح ببلش الليلة على الساعة 9 إلا ربع المساء عبر شاشة الام تي في، ورح بيكون على الموعد كل أربعة عبر شاشة الام تي في من إخراج شربي اليوسف، منتج مشرف ميشيل سنان، ومنتج منفذ روي عقيقي، إعداد وتقديم وسام بريدي يلي رح بيعطينا تفاصيل أكثر عن حلقة الليلة وعن كل الحلقات بهالاتصال. ألو ألو بونجور وسام. بونجور. أول شيء بدنا نقول لك مبروك برنامجك الجديد مثلي مثلك يلي رح ببلش الليلة عبر شاشة الام تي في، ورح هيك بتكون نقلة يمكن نوعية. نحن عم نشوفك مؤخرا ببرامج فنية، اليوم رح نشوفك ببرنامج اجتماعي، خلينا نحكي شوي هيك عن هالنقلة. ذكي ما بعرف قديش هي نقلة بقدر ما هي يعني جزء إذا بدك من حياتنا، لأنه صحيح أنا عملت برامج فنية، برامج انترتينمنت، برنامج دانسينج وذ ستارز، بس الجزء الاجتماعي بحياتي اللي هو منه بس فقط لاستعراض حالات، وإنما ليكونوا هالأشخاص اللي رح يمرقوا معنا هن جزء من حياتنا وهن بيعلمونا. في كثير من الناس باللي رح جرب أعمله بقلب هذا البرنامج إنه نجرب نتعلم من خبرات غيرنا. كلنا على مر السنين وعلى مر الايام نتعلم من بعضنا، وهذا الشيء حقيقه اللي حابب اني ضخ شويه هيك طاقه ايجابيه فيه قدام مشاكلنا وهمومنا. ايام نطلع صغار وقت بنشوف حالات واشخاص يمكن مشاكلهم اكبر بكثير وقدروا انهم يحلوها. من اعدادك وتقديمك يعني عم بتكون فعلا عم تدخل بهالعالم الصعب عند هالاشخاص اللي رح بيكونوا موجودين معك، برنامج فيه حالات منوعه ومختلفه، سجلته وصورته اول حلقه يلي رح تنعرض الليله، كيف كان الجو؟ شو كان الفيدباك تبعك عن هالحلقه يلي صورته؟ لكي هو البرنامج رح يكون نوع من مجازين اجتماعية، رح نقدر نشوف أكثر من قصة وأكثر من فكرة وأكثر من موضوع اجتماعي عم يتعالج بإطار جديد وبمعلومة جديدة عم نجرب أن نحن نقدمها للمشاهد. يعني الناس ما يتوقعوا أنه نشوفوا برنامج اجتماعي بيور اجتماعي، لأنه رح أنا صراحة صار لي فترة بعيد عن حتى حضور التلفزيون، لأنه بمطرح من المطارح عن جد صرنا استهلاكيين لدرجة أنه كل اللي عم نعمله أنه يعني حتى بتعرفي كان عندي حابب أني أحكيها اليوم، لأنه كان عندي هيك قلق، مش قلق أنه برين ستورمينج بينه وبين التيم أنه لا الناس بدها هيك، الناس بدها واحد دراماتيك ويجي ويبكي ونفرجي مشاكله ونفرجي همومه تيتأثر وتاني نهار يحكوا فيها الناس، وأنا هذه الفكرة جدا رافضها بحياتي، لأنه أنا بأمن أنه كل إنسان قدر يعمل بصمة بمطرح من المطارح حتى لو كانت بوزيتيف، والتأثر عند الناس لما منحكي بحياة أشخاص مرقوا بظروف بحياتهم وتخطوها، هذه أهم بكثير من أنه بس نكون عم نحكي عن مشاكل ناس وهيدي اغتصبها وهيدي ضربها وهيدي فاتت وهيدي، يعني مش أنا ولا أنا بقدر أعمل. يعني حتى كثير من الحالات اللي كانت موجودة معنا يلي هني أنا بسميهم أندر ذا جان وعندهم مشاكل اليوم، إن كانت مشاكل اجتماعية اللي كثير رنانة وبيحكوا فيها الناس اليوم وكل البرامج، ما قدرت أنا أكون موجود مع هول الأشخاص ولا أقدر أعطيهم شيء إضافي، لأنه أنا ما بلاقي حالي بهذا المطرح. أنا بلاقي حالي بالمطرح اللي مثلي مثل كتار من الناس، كلنا بنمرق بظروف. إذا رح تشوفوا بهالديكور هو بيشبه الشارع، الشارع اللي هو رمزيته الحياة، الشارع بيمرق فيه كتير كل الناس، بيمرق فيه الرئيس، بيمرق فيه الغني، بيمرق فيه الفقير، بيمرق فيه كل الأوضاع الاجتماعية، بيمرق فيه كل الناس، ما حدا عاصي على هالشارع. ونفس الشيء الحياة، حياة فيها كل الأجواء وكل الناس وكل الأشخاص، وكلنا عنا مشاكل وكلنا عنا هموم، كل واحد على قده، كل واحد أكثر من قده كمان، بس الأهم هو كيف بنتعاطى مع هذه المشاكل وكيف بنعيشها بحياتنا. يعني رح بتكون الأمور إيجابية أكثر، يعني رح منفرجي هالأمور بشكل من دون دراما. لأنه ما بقدر ما أكون إيجابي، لأنه أنا بكل برنامج لما أكون عم بعمله إذا أنا مش مبسوط
ما رح اقدر خلي الجو اللي انا بدي اقدمه للمشاهد انه يقدر يوصل له. وانا بعرف انه كتار من الناس كلنا عنا مشاكل وعنا هموم وعنا ظروف وعنا وضع بلد وعنا وضع اقتصادي وعنا كل شيء. الناس ما بقى يعني كل واحد بس يشوف هم غيره بتهون مصيبته, بيصير يقول انه خي انا بدي شيء ريح, بدي شيء ارتاح, بدي حدا يعطيني انسبيريشن يخليني اكون موتيفيتد, اقول انه يا خي لا الحمد لله بعدني قادر امشي على اجري, بعدني قادر اقشع, بعدني قادر اسمع. نعم. بالوقت اللي مش قادر يمشي واللي مش قادر يقشع واللي مش قادر يسمع عايش احسن مني بهذه. نعم. الحلقه اللي رح نشوف اشخاص فعلا رح نصير نقول انه معقول انا مثلا معصب على هيك وعلى هيك وعلى هيك وهدول العالم عايشين هالقد بسلام وهالقد. فينا ناخذ لمحه سريعه عن حلقه الليله, شو رح منشوف المواضيع او الاوضاع شوي صعبه اللي رح منشوفها؟ ليكي كم حاله رح يكون فيه؟ انا بقول لك هذا البرنامج صار لنا اكثر من 9 اشهر, يعني اليوم كثير من الناس عم بيقولوا يي نحن عم نقلد نحن عم لا, صار لنا 9 اشهر عم نشتغل على هذا البرنامج لانه كانت الاقتراح من 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 اول الصيف انه عم نشتغله. تاخرنا شوي بانه نطلع فيه على الهواء لانه صار في كثير تعديلات من بعد ما كنت دائما, لانه كنت دائما عم شوف انه لا مش هيدا اللي انا عبالي اعمله, لا مش هيدا المساج اللي انا عبالي اقدمه, لا مش هيدي الصوره اللي انا عبالي اقدمها, لانه ما كنت عم لاقي حالي بهذاك المطرح. مشان هيك اليوم كثير بتسمع انه شو اللي رح يقدمه وسام, رح اقدم شيء بيشبهني. اذا الناس ضحكت معي بنهار من الايام رح تضحك معي بهذا البرنامج, اذا بكيت معي بنهار من الايام رح تبكي معي بهذا البرنامج. بس الاهم من هذا كله رح تنهي الحلقه على رساله امل انه بكره اكيد رح يكون احسن. فبهذه الحلقه رح نحكي عن مواضيع اجتماعيه, رح نحكي بالصديف في عندي كابل, يعني ما بتتخيلي قديش انا بعدني لتاريخ اليوم بفكر بكل لحظه حكيناها انا وياهم, قد ما هن مرتاحين بحياتهم, قد ما هن يلي هن ربيع وفاطمه وهن اثنين كفيفين ما بيقشعوا بس عايشين حياتهم احسن مني ومنك كيف نحن عايشينها. وذي ار ورح يكونوا هالقد ملهمين من خلال هالحلقه. وهذا اللي عم بسعى له انه انا مش بس استعرض حالات وانما حالات تكون ملهمه يكون عندها رساله, لانه انا بامن انه ربنا ايام كثير بالحياه بيقطع اشخاص هن ملائكه موجودين بيناتنا تيعطونا رسائل بكل لحظه وبكل ثانيه وبكل دقيقه بيناتنا. على كل حال هيدا الانسان شو مصيبته بالحياه, المهم كيف بيعالجها وكيف بيتعاطى معها. يعني كمان بنعرف انه عم تحكي هيك من قلب مجروح مثل ما بيقولوا وسام, وهيدا هو عشان هيك انا سميت البرنامج انه مثلي مثلك. صحيح. كلنا عنا وكلنا عنا مشاكل. الناس ايام كثير بتنسى انه يمكن الببليك فيجر او الناس اللي موجودين بالصوره او الناس اللي مرتاحين ماديا هن عاصيين اذا بدك على كل امور الحياه. لا, الناس بتصيب الناس بطريقه ايكوال, والوجع والوجع بيخلق اوقات اشياء حلوه من بعده اشياء ملهمه. أنا شخص بضحك قدام الناس بس يمكن انا عندي انسان مريض ببيتي, يمكن انا مريض يمكن, وبتجي بتطلعي لما بلشنا نعد بهالبرنامج كثار من الاشخاص. نعم. اللي الناس بيشوفوا انه لا هول مرتاحين بحياتهم هني أكثر الناس التعيسين بحياتهم. على كل حال نحن ليلى رح نشوف احترام للمشاهد, احترام للضيوف يلي رح بيكونوا موجودين معك. شكرا لك وسام بريدي, ونحن اكيد ناطرينك ب ام تي في الايف بحلقه اطول من هيك. اهلا وسهلا فيك. نحن رح ناخذ هلا وقفه كثير صغيره وبنرجع منتابع مع هابينينج, خليكم معنا.